بعد ما قتلوا الإمام أز كانوا يجمعوا ويسرقوا عليهم كل ما معهم بعد ما قتلوا الإمام لما مقوم جو من بلاد حير من مقوم لما الإمام كان يفتجعوا من الإمام كان الإمام بخير كان يلبزوكم وماسوا العرب لا يا كان ما يصلش ما يصلش ما يصلش مرة إذا أبوي حازا قال له بمشي له كم بر قال له ابنه يشمر على ال يبال المس أبو سحورة البضاعة قال له ماشي عنده خذ أنا أخذ الناس للشاب الشابات كم تباري تسمع يا قبيلي عربي يا قبيلي أنت قبيلي عربي زي العرب القبيلة خضر خضر كل كم كان خضر وراح قال له يا جان محمد ليش تاخذ على حق ولدي حرام عليك قال له انا منك يعور يقول لليهودي قال ها اما ما سويت لي من يعور سرت تعسكري أبي حيل من عند سرت عسكري من عند عامل العمي أحسن أبجلي عمي قال لي حق راعي لحشي يجي ولدي ونروحنا حيل حق مرعي يوم يجي الولد وهذا قال له هذا عند العامل قال له ما فعل قال له ما شوى العربي قال له خذ الكم هذا وخذه ويشرك علي وقال لي انا حور قلت له لا تزوج بي ما قال لك هو العربي يعسوا بالسهل خنسوا هذا القبيلي خذوا هذا يولوا قيود برقلايم وخذوا على اليهودي أول عناش يعني شو على سبيل أن يشرك بالسوق سرق يشرك على كم تشرك بالسوق خلصوا بالحبس عشان كناس أربيزة كسر على الممتلة.